مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونقاش الثاني لاخبار الظهيره اليوم والذي سنتحدث فيه عن يوم الهجره 17 من اكتوبر 1961، وهو احد اهم واسوأ الاحداث في تاريخ الثوره الجزائريه، ويوصف حتى بالمجزره التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلميه حول حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة عبر سكايب رئيس الاتحاد العام للجالية الوطنية بالمهجر سعيد بن رقية. مساء الخير سيدي. مساء الخير أستاذة كريمة وكل طاقم الشروق المحترم وكل المشاهدين من داخل وخارج الوطن. أهلا بك سيدي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرسل رسالة للجزائريين والجالية الجزائرية بالمهجر بمناسبة يوم الهجرة، والذي قال بأنها تبقى راسخة في الأذهان لما تحمله من قوة الدلالة على وحدة الشعب الجزائري. نعم أستاذ الكريم، أكيد أن هذا اليوم الذي وثقه التاريخ بصورته البشعة المتمثلة في الجرم الذي اقترفه المستعمر والذي اخترق بنوده ومبادئه المتمثلة في الحرية والديمقراطية والمساواة، وكذلك في أمام جانبه ربما الذي قد يؤسس إلى أو يوثق كذلك إلى ما قدمته جارية من تضحيات يعني من أجل الاستقلال وحرية الجزائر من فوق أراضي فرنسية. فقط ربما لنعرف ربما للجيل الجديد الذي قرأ هذا اليوم التاريخي التاريخ لم يحضره، إذا أحداث 17 أكتوبر 1961 هي أحداث وثقة تاريخ بصوت وصورة، كانت من بين الجرائم التي كانت الأعظم في تاريخ أوروبا الغربية التي عرفتها فرنسا عن طريق سياستها، عن طريق رجال يعني أثنياء. نتكلم على موريس بوبان الذي تعامل مع الجالية بصورة عنصرية وفرض حظر التجوال، وأمام هذا الحظر العنصري أكيد كانت ردة فعل ثانية متمثلة بحيث الذي قام ونظم بتظاهرات ووقف مسلمية تجاه على هذا القارب الغير عادي والعنصر، وبالتالي تمثلت في تجمع تقريبا أكثر، وهذا ما وثق المؤرخون أكثر من 3000 سلمي في باريس والتي تعاملت مع الشرطة الفرنسية بقرار من موريس بوبان وبإعازل السلطة السياسية بالتعامل بعنف. تكلم على احتقال أكثر من 14000 متظاهر، وكذلك قتل بدم بارد عن طريق الرصاص الحي لأكثر من 200 متظاهر وإلقائهم في نهر السين بباريس وبدون الخوض في أرقام أخرى تقدر بالعشرات للمفقودين الذي تم أيضا رميهم بنهر السين وهم أحياء. إذن هذا اليوم ربما الجزائر وثقته وتعاملت معه كأنه يوم وطني برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يدخل كأحد النقاط والنقاط الحمراء يعني بالإضافة إلى السيادة الوطنية في تعاملها مع فرنسا. نعم. اتخذ الجزائر في عهد تبون رئيس عبد المجيد تبون أن يتعامل مع ملف الذاكرة كخط أحمر، وبالتالي تم توثيق هذه الحادثة يعني في لقاء ما يعرف بلقاء الجزائر في 2022، حيث عندما أمضى يعني كأحد الشروط من أجل استقطاب ومن أجل إعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية في إطار رابح مع الرئيس ماكرون، وبالتالي تم التعامل وبكل صرامة في عهد الرئيس الحالي حفظه الله عبد المجيد تبون يعني بكل صرامة. إذن هذا الأمر نعم أستاذ بن رقية بالعودة إلى نعم شديد فرنسا في نفاقها عوض أن تتعامل يعني بجدية مع هذا الملف الذي أخذ مراحله الأولية بجدية، ثم دخل في نفق النسيان ونفق التعامل يعني عن طريق رسائل استفزازية. أستاذ بن رقية، في هذه النقطة إلى أي مدى
ربما هذه المظاهرات أثبتت مدى ارتباط الجالية الوطنية بالجزائر بمبادئها وبالقضايا الوطنية. نعم أستاذ بن رقية، هل أنت في الاستماع؟ نعم أستاذ بن رقية، قلت لك يعني إلى أي مدى هذه المظاهرات أثبتت مدى ارتباط الجالية الوطنية بالخارج بمبادئها وبالقضايا الوطنية؟ نعم، كما قلت أنه جالية وقفت بصوت والصورة ما قبل اندلاع الثورة التحريرية وأثناء الثورة التحريرية بما يعني بمظاهر سلمية تطالب الحرية والاستقلال من الأراضي الفرنسية. إذا هذا اليوم المخلد، وكما قلت عوض أن تدخل لأن وثيقة متمثلة في إعلان الجزائر حيث وضعت حروف نقاط على الحروف والتعامل بجدية والتعامل كأنها خط حمراء من أجل استقطاب واستعادة العلاقات في إطار رابح رابح، وبالتالي نفاق السلطات الفرنسية، ونتكلم على الغرفتين البرلمانيتين الغرفة السفلى حيث تقدم برلمانيون بوثيقة بلائحة يعني ظاهرها تعامل إيجابي وباطنها خبيث، حيث يعني يعني كيوم وطني يعني متمثل في الجرائم، يعني تنديد بالجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961، ولكن لم ترتقي هذه اللائحة إلى درجة يعني المساءلة القانونية للسلطات الفرنسية والاحتراف بجرائمها، والتي توبعت بعد ذلك بنفس القرار وبنفس اللائحة عن طريق الغرفة العليا المتمثلة في اليمين المطرف بالتعامل مع جرائم كما اعتبروها جرائم يعني ضد الفرنسيين والأوروبيين التي حدثت في 62 في كل من الجزائر العاصمة ووهران. وبالتالي الجزائر ولله الحمد وضعت النقاط نقاط على الحروف، وفي عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي بمواقفه المشرفة يثبت أن رسالة الشهداء لن تمس وبالعكس يعني تحتفظ ولن تمس لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك تجسيدا وتحقيقا لمسار الرئيس الراحل هو المود الذي تعامل مع هذه الظاهرة أيضا ومع الحادثة وتعامل مع فرنسا بأنه الملفات تطوى ولن تمزخ. نعم، رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة يوم الهجرة تحدث عن دعم الدولة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. لم أفهم السؤال أستاذ، أعيد السؤال من فضلك. نعم، قلت بأنه في رسالة رئيس الجمهورية أمس بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف ل17 أكتوبر شدد على دعم الدولة الدائم والمتواصل للجالية الوطنية بالخارج. أكيد رئيس الجمهورية، لسنا هنا من أجل أن نقول رئيس الجمهورية أثبت في بمواقفه وبتصريحاته وبتعليماته وبقراراته والذي صنع الفارق وأسس إلى القطيعة في التعاون مع الجالية مع النظام السابق، كانت وعوده 54 التي قطعها قبل انتخابه وقبل ترأسه لرئاسة الجمهورية في شقها المتعلق بجالية لم تمر مناسبة إلا وجدد التعليمات وجدد القرارات من أجل الدفاع عن جاليتنا. جاليتنا كانت حاضرة في الماضي وهي حاضرة أيضا في الحاضر، أكيد سوف تكون حاضرة في المستقبل ليس فقط كأرقام وإنما كمشاريع اقتصادية، كمشاريع تنموية، كأفكار، كمورد اقتصادي، كمورد مالي، كمورد فكري وعلمي. إذن رئيس الجمهورية أسس لهذه القطيعة وهو دائما يجدد يعني لضرورة التعامل وأعطى تعليمات وكان ربما صريحا وكان ربما أسس في خرجته التي خرجها في بداية عودته السابقة في خرجته السياسية دائما كان يلتقي بصفة مباشرة مع الجالية، وهذا بروتوكول جديد لم نحده من في السابق، وبالعكس يعني ما زال يقدم التعليمات حتى تكون جاليتنا حاضرة في التنمية ولن يمسها السوء ما دامت الجزائر الحمد لله استعادت كرامتها واستعادت سيادتها. نعم، وهناك أيضا العديد من المكاسب اللي ربما كانت للجالية الجزائرية في المهجر كذلك أستاذ بن رقية. لا أسمع.
نعم سأعيد سؤال قلت لك، يعني هناك أيضا العديد من المكاسب التي حققتها أيضا الجالية الجزائرية في الخارج. أكيد الجالية بنجاحاتها، الجالية أثبتت أنها عندما تتنافس تحرز على المراتب الأولى، وعندما تدخل في أي إطار دائما تضع بصمتها. نتكلم على نجاحات كرجال أعمال ربما تنافسوا مع رجال أعمال أوروبيين وغربيين في الدول المضيفة وصنعوا الفارقة وأسسوا إلى 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 إلى, إلى, إلى هذا الفارق. يعني نتكلم على في جميع القطاعات، نتكلم على جزائريين وصلوا إلى مراتب العلماء، وصلوا إلى مراكز عليا في الدول المضيفة، نتكلم في أمريكا الشمالية، نتكلم في فرنسا، في أوروبا. وبالتالي هذا ليس بغريب على جاليتنا، وهي جالية تقريبا تعتبر الكبيرة من ناحية العدد ومن ناحية النوعية يعني في أوروبا كاملة. وبالتالي دائما نحن رافعنا وقدمنا اقتراحات بضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل، وربما نحن نلتمس هذه التعامل يعني في عهد الرئيس الحالي في ضرورة التعاون مع الجالية على أنها ليست فقط جالية نتضامن معها، وإنما جالية نتعامل معها من أجل استقطابها في جميع القطاعات، في الجانب الاقتصادي كمورد اقتصادي خارج العملة الصعبة، في الجانب الفكري والعلمي حتى يكون حضورهم ملموس في تطوير الاقتصاد الوطني وفي مؤسسة المتوسطة المتوسطة والكبيرة. إذا جاليتنا هو عبارة عن رقم يصعب التعامل معه بنفاق، ورقم لا بد من التعامل معه كدولة جزائرية. والحمد لله نتكلم على كثافة سكانية تعادل كثافة دول أكثر من 8 ملايين، أرقام رسمية غير موجودة للأسف الشديد، أكثر من 8 ملايين نسمة فقط إذا تعاملنا معها في هذا الإطار أكيد أنها سوف تغير معادلات داخل الوطن وتغير معادلات خارج الوطن في الدول المضيفة وخاصة فرنسا التي ما زالت مؤسسو يعني مسؤولوها يتعاملون يعني بنفاق مع الجزائر ويتعاملون حيث ما زالوا يعني يتعامل بنهج ربما الإعطاء الأوامر والسلب سيادتنا وربما التحكم في اقتصاد وطننا. إذا المعادلة تغيرت الحمد لله بفضل حنكة الرئيس والحكومة الحالية، وهذا شيء يشرف. التعامل الآن مازال جدي، وهو ربما النوعي وإذا دخلنا التاريخ مرحلتين، مرحلة الرئيس نوال بن مدين الذي تعامل بهذا المنطق، والمرحلة الثانية هي مرحلة الرئيس الحالي الذي وعد ووفى ويتعامل كذلك بجدية يعني وبالرأس المرفوع كما قلت. إذا الحمد لله الجزائر في الطريق الصحيح. من يريد أن يتعامل مع الجزائر يعني بحماية واحتراما لسيادتها وشعبها فليتفضل في إطار رابح، أما من يتعامل بالمنطق القديم المتجدد الاستعماري المتسلط والذي سرق الثروة الطبيعية في إفريقيا وسرقها في الجزائر، إذا هذا العهد ولى ولن يعود بإذن الله تعالى. من بين أهم الملفات والذي ذكره يوم أمس رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة يوم الهجرة، حيث أكد بأن هناك أوساط متطرفة تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته على رفوف النسيان. ما تعليقك على ذلك أستاذ بن رقية؟ تم التماس بعد الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون الفرنسي، إذا كانت مرت هذه الودية، ولكن دخل ما يعرف اللوبي اليمين مطرف اللوبي الصهيوني وهي أقلية على كل حال، ولكن نافذة في السلطة الفرنسية التي أثرت وحاولت أن تضع هذه الملفات وهذه القرارات يعني جانبا وعدم خروجها إلى العلن وعدم تجسيدها إلى يعني في الواقع. وبالتالي الجزائر كانت صارمة، نفس النفاق الذي تعاملت به السلطة الفرنسية في الماضي في عهد الرؤساء السابقون تعاملت به أيضا مع الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ولكن الرئيس كان صارما في قراراته وكان حاسما ووضع الخطوط الحمراء يعني التي لن تمس الذاكرة الوطنية، أحد الشروط التي لابد من وضعها وعدم التعامل معها في إطار منطق النسيان ومنطق إدراجها في الأرشيف. وبالتالي من يريد أن يستعيد علاقته مع الجزائر ذات سيادة
إذا ما عليه إلا أن يلبي شروط الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعني، وأما ما عدا ذلك فنحن غنى، نحن في غنى عن هذه الدولة الاستعمارية وفي غنى عن أي دولة أخرى تتعامل بنفس المنطقة. نعم، رئيس الجمهورية قال أيضا بأنه ملف الذاكرة يحتاج أيضا إلى نفس جديد ومن الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري. أكيد العقدة التخلص من الماضي هي سياسة انتهجتها فرنسا لأكثر من 6 عقود من الزمن، يتهربون وينافقون في تعاملهم السياسية، وذكرت ربما منذ لحظات على تعامل البرلمان الفرنسي يعني ظاهريا بإعطاء ربما نوع من الإيجابية مع الذاكرة يعني بتوسيع عرض المجازر. نعم، شكرا لك سيد. نعم، شكرا لك سيد سعيد بن رقية رئيس الاتحاد العام للجالية الجزائرية بالمهجر، شكرا على كل هذه التفاصيل. نعم العفو، شكرا للموصول لكم وتحية لكل المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سيدي. دائما في نفس الموضوع يتدخل معنا الأستاذ سمير أشعابنا. أستاذ سمير مساء الخير. مرحبا سيدتي وصباحكم أسعد لك ولكل مستمعين داخل وخارج الوطن. شكرا لك سيدي. أستاذ شعبنا، يعني بمناسبة اليوم الوطني للهجرة رئيس الجمهورية يعني وجه رسالة للشعب الجزائري والجالية الوطنية في الخارج، تضمنت العديد من النقاط الهامة، بداية من أنه أظهر ماذا يعني هذه المظاهرات أثبتت ارتباط الجالية الجزائرية بقضيتها ومبادئها الوطنية. طيب سيدتي، أولا دعيني أن ننحني جميعا أمام ضحايا أحداث 17 أكتوبر الدالية التي شهدتها العاصمة باريس، والتي راح ضحيتها مئات المغتربين الجزائريين من المناضلين الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية، ومنهم من رحل كذلك إلى البلد بسبب تعسف السفاح موريس بابون آنذاك. رسالة السيد الرئيس بكل صراحة استحسنتها الجالية الجزائرية، الحركة الجمعوية، ونقلتها كذلك العديد من الإذاعات الجمعوية في فرنسا. كنت أستمع إلى نص هذه الرسالة منذ لحظات عبر العديد من الإذاعات الموجهة لأبناء الجالية الجزائرية وليترأسوها كذلك أبنائنا هناك. استحسنتها بطبيعة الحال مضمون الرسالة الذي يتحدث أولا على نضال هذه الجالية، على علاقة هذه الجالية بالوطن الجزائر، ومثل ما يعلم الجميع أن السيد الرئيس في كل مناسبة إلا ويذكر ويتذكر كذلك هذه الجالية، سواء كانت مناسبات دينية أو حتى مناسبات وطنية، وهذا إن دل عن شيء سيدتي يدل كذلك على اهتمام الدولة الجزائرية والسلطة الجزائرية بكل ما له علاقة بأبنائنا خارج الوطن، سواء كانوا في فرنسا سيدتي أو كانوا في مختلف الدول الأخرى. حقيقة الأحداث التي شهدتها فرنسا مست أكثر أبناء جاليتنا في فرنسا، لكن تأكدي سيدتي أن هذا اليوم الوطني للهجرة يعني هو خاص بكل المغتربين الجزائريين خارج الوطن، وهؤلاء رغم بعدهم عن أرض الوطن يبقى الجميع متمسك بكل ما اسمه الجزائر. نعم أستاذ شعبنا، ربما الرسالة أيضا تطرقت إلى ملف الذاكرة وبأن هناك أوساط متطرفة تحاول تزييف ملف الذاكرة وإحالته إلى رفوف النسيان، وقال فيها أيضا رئيس الجمهورية بأن مسألة الذاكرة تحتاج إلى نفس جديد وإلى نزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري. نعم سيدتي، السيد الرئيس في آخر لقاء مع وسائل الإعلام ومع الصحافة الوطنية كان صريح، وكان كلامه موجه وحتى كذلك صريح يعني بأتم معنى الكلمة. أولا رسالته للجزائريين خارج الوطن وحتى كذلك لبعض العنصريين من الأحزاب المتطرفة في فرنسا
التي تريد من حين إلى آخر يعني تعكير الجو والشوشرة إن صح القول على هذه العلاقات، رغم أنه الجزائر مدت يدها للسلطات الفرنسية، مدت يدها كذلك إلى السلطة الحاكمة في فرنسا حاليا لفتح يعني فتح أقول يعني صفحة جديدة بين البلدين، دون بطبيعة الحال نسيان الماضي ومن دون نسيان كذلك هذه الذاكرة. حقيقة سيدتي أن هذه الجالية ليتذكر الجميع، وحتى لا ننسى سواء هنا في الجزائر أو حتى خارج الجزائر، هذه الجالية كانت تعتبر بمثابة القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية، ومدت الثورة الجزائرية بأزيد من 60% من تمويل مالي لصندوق يعني جبهة التحرير آنذاك، وهذه الجالية كانت تعرف بعدالة القضية الجزائرية وتعرف حتى الأوروبيين كذلك، وكم من جزائري كان يتنقل يعني في مختلف الدول الأوروبية ليعرف يعني بالقضية الجزائرية والمطالبة يعني باستقلال الجزائر. فهذه الجالية قدمت في وقت مضى سيدتي ولا تزال تقدم الآن، لكن المطلوب مثل ما قال السيد الرئيس في الرسالة، يجب الآن التفكير في مستقبل الجزائر، يجب أن نفكر كذلك في هذه النهضة الاقتصادية والتنموية، لأن الجزائر سيدتي المحترمة هي في أمس الحاجة لأبنائها خارج الوطن من الإطارات ومن الشخصيات ومن الأسماء اللامعة سيدتي. الآن كل مؤسسات الدولة الجزائرية فتح أبوابها وفتح فضاءتها لأبناء الجالية الجزائرية. أنا أتحدث معك سيدتي الآن، كنت قبل 3 أيام أو يومين فقط في الصالون الدولي للبترول ولهذه المادة الحيوية، فتأكدي سيدتي أنه التقيت بعدد كبير من أبناء جاليتنا، جاءوا خصيصا للاستثمار في هذا البلد، ونحن كذلك نتحدث منذ لحظات في أكاديمية سوناطرا الجزائرية، ففتحت كذلك أبوابها للكثير من الإطارات الجزائرية للتكوين للاستفادة وللإفادة. وهذا إن دل عن شيء سيدتي المحترمة، يدل كذلك على أنه كل مؤسسات الدولة هي ماضية نحو المستقبل القريب، وهي كذلك تجسد كلام وسياسة الدولة الجزائرية، ولسيما كذلك ما يحمله السيد الرئيس في جعبته مع هذه الحكومة مع هذه الإطارات النادرة. فكلام الرئيس يعني في خطابه وفي رسالته كذلك كان واضح، وأشاد كذلك بماضي الجالية وبحاضرها وكذلك بمستقبلها، ولما لا إن شاء الله يكون مستقبل ظاهر لبلدنا ولأبناء جاليتنا كذلك. نعم، شكرا لك أستاذ سمير شعبنا الإعلامي والنائب البرلماني السابق عن الجالية الوطنية بيا المهجر، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا سيدتي. العفو.